نظمت نور حمدان حفلاً بطريقتها الخاصة لدعم مستشفى الأمل مؤسسة الحسين للسرطان. وجاءت الفكرة قبل أشهر عندما استضافت نور 6 من الأطفال الذين تمت معالجتهم في المستشفى مع عائلاتهم في منزلها، ووفرت لهم أوراقاً وأقلام للرسم وطلبت أن يعبر كل واحد منهم عن حلمه بالرسم. استوحت نور من رسماتهم لوحات فنية جميلة تم عرضها في الحفل. إنه مشروع شخصي كان لي، كان المفروض نعمل مشروع شخصي بالمدرسة، فأنا قررت إنه أتعامل مع مرضى السرطان. فأنا رحت قابلتهم وقلت لهم يرسموا لي إيش بدهم يكونوا لما يكبروا، فرسموا لي وأنا قررت إنه أعمل هدول اللوحات للوحات كبار وأبيعهم. صراحة ما كنت متوقعة إنه الناس هالقد يشتروا، بس الحمد لله شروا إنه لمبلغ منيح، وإنه أنا صراحة كنت عم أطلع على المرضى طول الوقت وجد كانوا مبسوطين إنه لوحاتهم انباعوا، وأنا جد إنه بشكر كل واحد إنه اشترى اللوحات. تخلل الحفل أمسية موسيقية بقيادة عازف العود طارق جندي ومجموعة من الطلاب، بالإضافة إلى مزاد للوحات نور 6 ومجموعة من اللوحات المميزة التي تبرع بها فنانون أردنيون معروفون. تم بيع جميع اللوحات في مزاد، وتم تخصيص الريع لدعم مؤسسة الحسين للسرطان.